السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأولا اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان، اللهم سلم لنا رمضان، اللهم تسلمه منا متقبلا يا رحيم يا رحمن. ثم أبشركم إن شاء الله تعالى أنه خلال رمضان المبارك ستكون هناك سلسلة رمضانية. البشرى الأخرى أنها ستكون مباشرة يوميا بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى الساعة 5:30 سأبدأ درسا يوميا. هذا الدرس سيكون حول الصيام، حول رمضان، أحكام، فضائل، رقائق، دقائق، جلسة لطيفة خفيفة إن شاء الله تعالى. أنا أعلم جيدا أن رمضان هو شهر قراءة القرآن، شهر الاستغفار، شهر الأذكار، شهر الإنفاق، شهر العمل الصالح عموما، ولكن سأخذ منكم دقائق معدودات في هذه الأيام المعدودات حتى ندردش وندندن حول مسائل الصيام، فمن خلالها يقوي بعضنا بعض إيمانيا ونتدارس ونكون في هذا المجلس وفي هذه المأدبة الربانية. فأهيب بكم المشاركة، والذي تعذر عليه أن يشارك معنا في هذه اللقاءات المباشرة فله أن يتابعها في بث غير مباشر بعد تسجيلها في القناة. إذا موعدنا في أول يوم من رمضان إن شاء الله تعالى مع الساعة 5:30. أنتظروا إن شاء الله تعالى تعليقاتكم، توجيهاتكم، نصائحكم البناء إن شاء الله تعالى الهادفة. وإلى ذلكم الحين أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يعتقون في رمضان، عتقاء الرحمن في شهر رمضان. اللهم اجعلنا منهم أجمعين ومشاهدي الكرام وكل المسلمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.